الآن أنت في حياتك بتاكل وتشرب وتنوم وتلبس وتسكن، كل هذه تكلفتها من يوم طولت لين تموت عند ربي. إذا كانت تكلف 100,000 خلاص 100,000 أقسم بالله ما تطلع من الدنيا إلا 100,000 هذه مصروفة عليك خلاص، وبأجلك بيجيك غصب عليك، والله رزقك بيجيك غصب عليك. بس انتبه، أنت عندك الآن رزقك مكتوب هنا والدائرة المشروعة لك معروفة. انتبه حبيبي الغالي وأخيتي الغالية، نطلع برا الدائرة عشان ناخذ رزق غصب بالحرام. انتبه تدفع ثمنها مرتين. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الحرام. يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مو بهنا، وفي السماء لازم تمد السماء فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا تأبى وتذل نفسك للناس، ما عندهم شيء. عشان كذا حبيبي متى نذل؟ إذا قل إيماننا. متى نهتز إذا قل إيماننا؟ متى نضيع إذا قل إيماننا؟